السلام عليكم. بداية ما ننسى أخواننا الفلسطينيين بالدعاء، الله يثبت أقدامهم وينصرهم ويعينهم ولا يعين عليهم. والحمد لله فضل رب العالمين، اليوم والله أنا فرحت بوصول الهلال الأحمر الكويتي إلى أراضي غزة لتقديم المساعدات والحاجيات اللازمة للشعب الفلسطيني، وإحنا معاهم قلبا وقالبا. الله ينصرهم وإن شاء الله تأتي النتائج لصالحهم بإذن الله، وما لنا إلا الدعاء بصراحة. قصة الليلة هي لغز أنا ذكرته في تويتر قبل يومين تقريبا، قصة حقيقية حصلت في الكويت، لذلك أنا بطرح القصة وكذلك حل هاللغز هذا. في شاب كويتي اسمه عبد الرحمن، تزوج امرأة اسمها بدرية، شافوا له الأهل يعني دوروا له بنت الحلال، لقوا هالبنت هذه من عائلة محترمة، بنت متعلمة خلوقة جميلة. المهم صار توافق بينهم وتزوجوا وكانوا عايشين حياة سعيدة جدا وما في أي مشاكل والأمور طيبة. وعبد الرحمن رب العالمين يعني رازقة عنده خير وشرى له بيت صغير. المهم أول سنة ثاني سنة كانوا مبسوطين بحياتهم، سفرات وروحات وردات، يعني ما عندهم توا. بعدين سنة ثالثة عبد الرحمن بدأ يفكر في موضوع كان غافل عنه السنوات الماضية، السنتين هذول من كثر ما صار الأهل يسألونه: يا عبد الرحمن ما في شيء يعني في الطريق؟ يعني زوجتك مو حامل؟ يعني مو كأنكم تأخرت وصلكم سنتين. وهو صحيح الأفضل بصراحة، الأفضل أي زوجين يأخروا موضوع الخلفة أول سنتين ثلاثة لين يكون بينهم توافق ويعرفون بعض عدل، وبعدين يكون بينهم أولاد. فعبد الرحمن يعني قال إيه، بس يعني كأنه تو الناس. يعني السنة الثالثة صار يفكر، لا يسأل زوجته: يا بدرية في شيء يعني أخف عندك مشكلة معينة؟ قالت: لا أبدا إن شاء الله ما في شيء، وهذا يعني بيد رب العالمين. قال: أدري ونعم بالله، لكن واحد يتأكد ليش تأخرت؟ يعني صارت 3 سنوات. قالت: لا لا إن شاء الله ما في شيء. مرت الأشهر وهذا في باله موضوع الخلفة. سألها: ها؟ قالت: والله ما، بس إيش رأيك أروح أراجع؟ قالها: روح يا راجع ما في مشكلة، شوف يمكن تحتاجين إلى أشياء يعني محفزة لموضوع أو مكملات غذائية أو أي شيء يعني بسيط إن شاء الله. قالت: أنا بروح وبراجع، في كثير من الأطباء المعروفين أو المستشفيات المعروفة في موضوع مشاكل الإنجاب وغيرها. راحت بدرية وفحصت وجتها النتيجة صادمة، قالوا لها: يبقى أنت يعني عندك مشاكل في موضوع الحمل وتحتاجين إلى علاجات، وفي أمل، يعني الأمل موجود، احنا ما نقول انك عقيم مثلا ولا انت مرة واحدة، لا 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 لا، لكن تحتاجين إلى كورسات علاجية وإن شاء الله يكون في حمل مستقبلا. قالت: ما في مشكلة. صارت تاخذ هالأدوية وبلغت زوجها فيها الموضوع، قال: خير إن شاء الله. شهر شهرين، عدت السنة الثالثة، السنة الرابعة، وهي كانت عايشة في قلق وتوتر وخايفة وتفكر أنه أخاف أنه ما يحصل إنجاب، وبعدين يفكر يتزوج علي ولا يطلقني، يعني كل شيء وارد. راحت غيرت أكثر من دكتور، أكثر من مستشفى، ماكو فايدة. عدت السنة الرابعة، السنة الخامسة
عبد الرحمن اصلا ما نسى في يوم من الايام هالموضوع وشاغل باله، لكن زوجته يعني جالسه تاخذ الادويه كان ينتظر عليها، شاف الموضوع طول قال لها يا بدريه شو السالفه فهمين اخاف مخبي علي شيء، قالت له والله العظيم ما في شيء بس انا احتاج الى علاجات وكذا، قال لها 5 سنوات الان وكذا، قالت له اسمعني يا عبد الرحمن انت انسان يعني جدا محترم وخلوق وانا احبك وما ابي يعني يكون بيننا مشاكل وما ابي هالموضوع هذا يتسبب بانفصالنا، صراحة انا فكرت في الموضوع كثير، اذا تبي تتزوج والله تزوج وانا ما عندي اي مانع، واذا تبي انا اروح واخطب لك بعد. قال لها متأكدة من هالكلام؟ يعني انت حاسة ان موضوع الخلفة هذا او الحمار راح يطول؟ قالت له والله ما ادري بس ما في اي نتائج يعني واضحة، فتبي تتزوج تزوج وانت عندك قدرة يعني انك يعني تتزوج وما عندك مشاكل. فعلا صار يفكر موضوع الزواج من اخرى، ولانه يعزها ويحترمها وابدا ما عندها مشاكل معاه، موضوع الخلف هذا يمكن ياتي مستقبلا، فليش يطلقها او ليش ينفصلون وهي راضيه. فصار يبحث عن زوجه ثانيه وبلغ والدته وخواته وصاروا يدوروا لو يدرون موضوع مشكلة زوجته اللي هي بدرية في موضوع الحمار. وبدرية كذلك كانت تقول حق خوات عبد الرحمن إذا تبي تروحون تخطبوا له ترى أنا أبدا ما عندي مانع، وعلشان أثبت للمرأة اللي تبي تخطبونها حق عبد الرحمن إن أنا ما عندي مشكلة بجي وياكم. قالوا لها ما في مشكلة. المهم صاروا يدوروا شهر شهرين ولقوا لها بنت من عائلة جدا محترمة وناس يعني اثقال، يعني ناس اهل عادات وتقاليد وما عندهم يعني ما يرضون بالغلط، وما شاء الله البنت هذه اخوانها كثار وعمامها كثار يعني بنت عندها عزوة وعائلة جدا سمعتهم جدا طيبة، والبنت جميلة وأخلاق ومتعلمة وما عندها مانع، بس لأنها تأخرت في موضوع الزواج صار عمرها تقريب 28 سنة، يبقى عبد الرحمن أكبر منها. لما خطبوها وافقت وأهلها قالوا ما في مشكلة، ودام أن زوجته الأولى موافقة إذا ما في أي مانع. فعلا تمت الخطوبة وكتب الكتاب وتحديد موعد الزواج. وعبد الرحمن لأن بيت اللي اشتراه في البداية كان صغير يعني يدوب يشيل عائلة واحدة، ما يقدر يعني يقسمه إلى جزئين زوجة الأولى والزوجة الثانية، قام وباع البيت واشترى فيلا أفخم وأفضل ويتم تقسيمها بسهولة على الزوجتين، وأقام حفل زفاف وتزوج وصارت أموره طيبة، وانبسط كذلك على الزوجة الثانية بأخلاقها وسوالفها وكلامها وكذا، كذلك حبها ويحب بدرية أبدا. بدرية هذه ما كان يقصر معاها بأي شيء ولا حسسها بأن الزوجة الثانية أخذت مكانها أبدا. الزوجة الثانية اسمها دلال، بدرية ودلال في قلب عبد الرحمن وما في مشاكل، أول سنة وتحمل دلال وتجيب ولد ما شاء الله، ويطير عبد الرحمن من فرحة. السنة الثانية وتحمل وتجيب له ولد ثاني، يا سلام يا سلام. السنة الثالثة تحمل وتجيب له ولد، ما أروعت يا دلال. السنة الرابعة وتحمل وتجيب له بنت، ملت لها البيت أولاد وبنات وطاير عبد الرحمن من الفرحة.
وزوجته بدرية كانت مبسوطة لأن زوجها مبسوط، وصحيح تحس يعني شوي بالغيرة وهذا شيء طبيعي، لكن مبسوطة أن الحمد لله زوجها يعني حقق أمنيته وصار عنده أولاد والبيت فيه، يعني كانت الحياة جدا سعيدة وما في مشاكل. لكن يوم من الأيام عبد الرحمن يقول حق بدرية: يا بدرية، أنت مو قلتي لي أن مجرد علاجات وممكن يحصل حمل؟ قالت له: اي نعم. قال له: الحين كم سنة صار لنا على الموضوع؟ ترى السنين تمر وانت تكبرين، شوفي لك حل، يعني خلينا نراجع وما تبين. قالت له: والله انا ودي واخاف اقول لك هالموضوع، يعني ارجع يعني اقلب عليك المواجع واخاف كذا. قال: لا بالعكس، انا كذلك ابيش تفرحين تنبسطين مثل ما انا، يعني زوجتي الثانيه يجيها عيال، انت ابيك بعد، انا احبك وابيك يعني يكون عندك ظنا وانا ما عندي مانع. قالت له: زين، انا والله بحثت كثير وفي دكتور مشهور جدا في مستشفى معروف جدا جدا في محافظه حولي، انا ما بذكر اسم المنطقه لان بس اقول اسم المنطقه ينعرف المستشفى، هذا الدكتور متخصص في موضوع مشاكل الحمل، يعني مثل يسمون أطفال الأنابيب أو التلقيح الاصطناعي ومثل هالأمور هذه. قال له: زين طيب. قالت: أنا خفت أقول لك هالموضوع أو إن هالشيء هذا يضايقك، أنا ممكن يعني أحمل إذا كان في تلقيح اصطناعي منك أنت يعني. قال له: زين يعني شنو ايش تبين؟ قالت: روح له، لان اذا موافق على هالعملية لازم اول شيء يتم فحص الزوج لانه ياخذون من العينة وعلى اساسها يقررون موعد حضوري وحضورك وان نتم العملية النقل هذا الاصطناعي. قال له: اوكي، بس مضمونة عاد ولا؟ قالت: لا، ما هي مضمونة، يعني نسبة نجاحها ما تتعدى 30%، هذا اللي أنا سمعته، روح وراجع وشوف. قال: أوكي، شو اسم المستشفى؟ المستشفى الفلاني، الدكتور الفلاني. حدد موعد وراح له. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: يا دكتور، الموضوع كذا 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 كذا. قال: فعلا الأخت كلمتني يعني وطلبت منها أنه يحضر الزوج، إذا أنت موافق نأخذ منك العينة. قال: أنا أبدا ما عندي مانع. أخذوا من عبد الرحمن العينة، أول شيء يفحصونها وثاني يوم يراجعهم يحددون موعد حضورهم هم الاثنين ونقل العينة وكذا، يعني هذه ترتيبات. هذا من عبد الرحمن العينة. اليوم الثاني راجعهم: السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا دكتور، شلونك؟ شو الأخبار؟ طيب. قال: حياك الله، تفضل استريح. أخوي عبد الرحمن قاعد عبد الرحمن شوي ويقوم الدكتور ويقفل باب عيادته، باب المكتب ماله، ويجيب التقارير الطبية. قال: يا عبد الرحمن، أنا ما أدري إيش أقول لك، بس أنت رجل يعني مؤمن ورجل عاقل ورجل. قال: إيه زين، وبعدين إيش صاير دكتور؟ قال: والله يعني خبر ما راح يعجبك ونتيجة يعني مخيبة للأعمال. قال: ايش قاعد تقول دكتور؟ شنو اللي نتيجة مخيبة للأعمال وما ترضيني؟ ليش؟ ايش صاير؟ قال: نتيجة العينة اللي خذيناها منك. قال: العينة اللي خذيتها مني أنا؟ قال: لا. إيه؟ قال: ايش فيها العينة؟ قال: والله تبين أن أنت يعني لا يمكن أن يحصل منك موضوع الإنجاب. قال: شنو دكتور؟ أنت ترى أخاف ملخبط ولا مضيع ولا في شيء خطأ صاير في الموضوع.
قال ليش؟ قال يا دكتور المشكلة مو مني أنا، المشكلة من زوجتي، أنا ما عندي مشاكل في موضوع الإنجاب، زوجتي اللي عندها مشاكل والعينة بتاخذها مني بتنقلها. قال أدري، إحنا العينة ننقلها لزوجتك أول شيء نتأكد منها، وإحنا شيكنا عليها وطلع أن أنت عندك ضعف شديد جدا في إنتاج الحيوانات المنوية، يكاد أنه يكون شبه معدوم. قال يعني شنو؟ قال يعني مستحيل يعني أنك تقدر تنجب أو يكون عندك، يعني مو أنت تنجب، لا أن زوجتك تنجب منك يعني أولاد، لأن موضوع الحمل صعب جدا الآن ولازم تعالج ولازم. قال دكتور فهمي تكفى النقطة هذه، أنت تقصد الآن أنا فيني يعني صار فيني عجز يعني، ولا من زمان حاصل فيني؟ قال لا من زمان أكيد، يعني أنت لا يمكن أن في حياتك صار عندك خصوبة أصلا. طبعا عبد الرحمن ما يبي يقول حق الدكتور ترى أنا عندي أولاد وزوجة ثانية، يعني يبين له أنه والله هذول مو أولادي انجن. قال له يا دكتور ركز معاي، أنت تتكلم شو قاعد تقول أنت؟ يعني أنا لا يمكن أن يكون عندي؟ قال مستحيل مستحيل مبين. عبد الرحمن لفت فيه الدنيا، أخذ التقرير وطلع، والتقرير معتمد ومعاه كل الفحوصات، وهذا مستشفى معروف جدا يعني مو غشمرة. صار يفكر وش صاير، شنو يعني أنا لا يمكن أن يكون من عندي أولاد؟ أجل أربعة هذول اللي عند زوجتي الثانية اللي هي دلال، هذول عيال منو؟ وصار تعرفون واحد الحين يفكر بنفسه شوي، يتذكر ويطالع بوجيه ولا يعني وجيه أولاده يجون بذاكرته يعني بخياله، ويقول إيه والله هذول ولا واحد فيهم يشابهني، كلهم يشابهون والدتهم. معقولة هذه تلعب من وراي؟ معقولة أن أنا مغفل للدرجة ما حسيت بشيء؟ معقولة أن سبب عدم الإنجاب من قبل زوجتي الأولى اللي هي بدرية كان أنا السبب، وإني رحت وتزوجت عليها وحدة وخانتني وجايبة أولاد ومسجلتهم باسمي، وأنا مثل الأهبل ولا أدري شو السالفة؟ وصار ياكل بنفس المسكين، شو أسوي؟ هل أروح أخرب الدنيا وأمسك الحين والعن خيره، ولا شو أسوي يا ربي؟ صار يفكر وابتعد عن كل أقاربه وأصدقاء، ما يبي يسولف من الهم والغم اللي فيه. اليوم الثاني ويروح إلى شيخ دين، قال يا شيخ أنا عندي مصيبة وحلت علي وماني عارف شو أسوي، شنو رأي الشرع في الموضوع هذا؟ قال له شنو؟ قال يا شيخ اكتشفت أن أنا لا يمكن أن يكون من عندي أولاد، وزوجتي الأولى فعلا ما كانت تجيب، لكن لما تزوجت الثانية جابت لي أربعة، وشلون أربعة وأنا أصلا ما عندي حتى الحيوانات المنوية عندي ميتة أصلا، وهذا التقرير ويثبت وأكد للدكتور النتيجة. الحين شو أسوي يا دكتور؟ هذول العيال هم عيال حرام، أنا شنو دوري الحين؟ شو أسوي؟ أخرب الدنيا وأطلقها وأنفي نسبهم لي، ولا شو أسوي؟ حتى الشيخ احتار، قال شوف يا ولدي القانون هو الوحيد اللي يقدر يساعدك علشان يثبت بشكل قاطع ان هذول فعلا اولادك ولا لا،
وإذا كانوا ما هم أولادك يعرفون أولاد منو، لأن السالفة مو فوضى، لازم يتم التحقيق في الموضوع ومنو هالحقير هذا، ولازم يعني سالفة كبيرة يعني. فأنت بين خيارين، أمك أنه تطلقها وتتركها هي وعند أهلها، لكن يبقى الأولاد باسمك، وهذا شيء أنت ما أعتقد أنك راح توافق عليه. إذا تفكر أن حتى تنفي نسبهم لك، ما لك إلا القانون، راح الشيخ ثاني شيخ ثالث، راح اليوم اللي بعده إلى مستشفى آخر وعطاها التقارير لدكتور معروف، قال له دكتور أنا مصيبتي كذي كذي كذي، هل فعلا أنا عندي مشكلة في الإنجاب؟ يعني مستحيل إنه يكون عندي ذرية. الدكتور طلع على التقارير، قال له وفقا للتقارير هذه فعلا أنت لا يمكن يكون في أولاد من صلبك، مستحيل، أنت مرة واحد يعني ميتة عندك، يعني ترى اللي فيه ضعف يكون فيه نسبة، وإذا كان سبق أن عنده أولاد والكذا هذا ما يكون مرة واحدة ميتة عند التقرير، يؤكد أن أنت أبدا يعني عندك عجز كبير جدا، إلا إذا أنت مو عاجبك تقرير نعيده لك. قال لا لا خلاص خلاص مشكور دكتور، خذ الأوراق ومشى. راح فاتح أبوه في الموضوع، الأبو سكت فيه الدنيا، ايش قاعد تقول يا عبد الرحمن؟ قال له اي والله يا يبا هذه السالفة اللي صاير، وانا ترى من عرفت ما رحت البيت، ماني قادر حتى اطالع بوجهها، اخاف اني اشوفها واقتلها. قال لا 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 تقتلها ولا تقتلك، ولا اخذها ودها بيت اهلها وطلقها يبا، ليش تقتلها؟ ما لك حق تقتلها اصلا، خاينة خاينة على نفسها، ليش تضيع نفسك انت؟ خلاص دام الموضوع راح يوصل لهالحد، لا يبا ودها لأهلها وطلقها. قال ما كل هذا، وانا راح اتوجه بشكوى، ولازم اعرف الحقير اللي له علاقة فيها، ولازم يعترف بنسب أولاده، يشيلهم من اسمي. وفعلا دخل البيت، ولا هذه زوجته اللي هي دلال، انت وينك وصار لك كم يوم وما ترد علينا؟ قال لها بدون ولا كلمة، لا تخليني ارتكب في الجريمة الحين، اخذي اغراضك واخذي عيالك واركب السيارة، ايش فيك صاير؟ بعدين راح اقول لك، خلصيني. قامت ترادش فيك وكذا ويضربها كف، أقولك بدون ولا كلمة انصدمت، خذت أغراضها وذهبها وعيالها وركبت السيارة ويرميها بيت أهلها، ويتوجه إلى مركز الشرطة ويقدم بلغ قضية زنا، وقدم الأوراق ولقوا جايب معاه محامي يتهم زوجته بالزنا وينفي نسب أولاده، وهذا التقارير والأوراق وتنقلب الدنيا. يوم سمعوا أهل دلال الموضوع أن زوجها يتهمها أنها على علاقة مع شخص آخر، وأن العيال عيال العشيق ما هم عيال عبد الرحمن، ولا أقول لكم أخوانها يأكلون الزلط، صار يتسابقون منو يروح الدلال يقتلها، إلا واحد فيهم هذا هو الكبير، كل ما جاء أحد يبي يضرب دلال، طبعا دلال مصدومة من اللي صاير ومن الكلام، تبكي وتلطم ومنهارة وتحلف وتقسم، لكن ما حد يدري عنها، ومعروف يعني المتهم ما يعترف على طول، يحاول يبرر يحاول يحمي نفسه، يعني
شيء طبيعي في الإنسان. إلا أخوه الكبير كل ما قرب أحد يبي يعتدي عليها ولا يضربها يمنعها. ليش الكبير هذا؟ طبعا أبوهم لنا شايب يعني ما هو قادر حتى يتصرف، أبوهم منهار نفسيا وقاعد ولا هو عارف شلون يفكر، فضيعة. الكبير حكيم، صحيح إن دمه حار وعنده غيرة وده يذبح دلال ويخلص من هالعار، لكن ما يبي الموضوع ينفضح أكثر. يقول خلونا نداري على فضيحتنا ونشوف إيش حصل بالنهاية، لأن الموضوع وصل إلى مركز الشرطة، دقين عليهم تعالوا جيبوا بنتكم اللي هي دلال، أو يأخذها ويأخذ عيالها ويروح إلى مركز الشرطة ويحيلونهم إلى النيابة. على طول تم إحالة الأولاد إلى دور الرعاية. صارت دلال تلطم وتبكي، عيالي الله يخليكم، قالوا لعيال الحرام ما يقعدون لا عند خوالهم ولا عند الرجال اللي مسجلتهم باسمه، تكلمي واعترفي ومنو هذا ومنو عشيقك، حرام عليكم ليش تظلموني، هذا كله راح يبين، انكري على راحتك مصيرك بتعترفين. المهم تكلم ما هي راضية، أحالوها للحجز على ذمة التحقيق. اطلبوا من عبد الرحمن يسوي عادة فحص ويخضع كذلك لفحص الدي ان ايه، والأولاد كذلك راح ياخذون منهم عينة والأم ياخذون منها عينة ويحققون في الموضوع أكثر. يعني الموضوع يحتاج لوقت مو بسهولة. خلاص راحت للسجن والعيال دور رعاية، وعبد الرحمن رجع البيت وقال زوجته الأولى السالفة، قال لها أنا آسف إني ظلمتك معاي ورحت تزوجت عليك. قالت ليش فيك وش صاير، وأنا سمعت سوالف صايرة، صدق أنت رايح مشتكي عليها وليش وش صاير. قال لها تبين أنا أصلا ما أجيب عيال، وهذول الأربعة ما هم عيالي، وهذه التقارير تثبت الكلام، وحجزوها والعيال خذوهم بدون رعاية، والقضية إلى الآن بس تحتاج إلى بعض الأوراق والفحوصات. انصدمت، قالت يعني ممكن موضوع الإنجاب اللي خصني ما كان المشكلة الرئيسية مني أنا، يمكن أنت كذلك. يعني هني هو تأكد، قال فعلا بدرية كلامها صحيح، بدرية كان عندها ضعف وبالعلاجات يعني تسهل أمورها أنها تحمل، لكن لما يكون عبد الرحمن أصلا معدم أو عاجز مرة واحدة فمستحيل يحصل الإنجاب. قال أنا صح، أنا هني فهمت الوضع، بس هذيك الخاين اللي أنا توقعتها بنت عائلة محترمة شلون سوت فيني كذي، وأنا شلون ما حسيت طول هالسنوات وفعلا ما حسيت بيوم من الأيام يعني بحنان الأبوة بيني وبين الأولاد الأربعة، أحس إنه يعني كأنهم عيال الجيران، كانهم عيال احد من اقاربي، ما احس اني انا ابوهم. صار يسترجع الاحداث والمواقف قال لا انا احساسي ما يخيب الحقيره، لكن اقسم بالله ما راح اتركها الا لما اعرف منو هالعشيق. العشيق هذا لابد اني اعرفه، مستحيل كان يدخل بيتي ويطلع وأنا ولا حسيت، وأكيد كان يراقب تحركاتي، أكيد يعرفني، يعرف ظروفي، أكيد منو هالعشيق، أموت وأعرفه. المهم راح مثل ما طلبوا من النيابة يسوي عادة فحص، راح إلى نفس المستشفى ولا يقولوا له الدكتور
مسافر، الدكتور اللي سوى له فحص أول واحد قال ما في مشكلة عادي أي دكتور ثاني، أبي إعادة فحص من نفس المستشفى. سووا له إعادة فحص، اليوم اللي بعده راح استلم ويطالع ولا النتيجة غير. شنو هذا؟ سأل قال شنو النتيجة هذه؟ قال لي ما شاء الله ما في شيء يعني. قال شنو يعني ما في شيء؟ قال يعني ما في شيء، الحمد لله أمورك طيبة أنت يعني، يعني أنا أقدر يعني حصل يعني مني يعني ذرية وكذا وزوجتي تحمل. قال إيه الحمد لله أنت صحتك تمام وأمورك طيبة. قال شلون؟ وهذا الفحص، ويطلع لهم الفحص القديم ويطالعون المستشفى انصدموا شلون وفحص جديد بعد استغربوا. قال والله ما ندري يعني الدكتور هذا اللي سوالك الفحص مسافر، خلي يجي ونتأكد منه وترى الخطأ وارد. قال نعم شنو الخطأ وارد؟ انتم تدري ايش سويتوا؟ انتم دمرتوا حياتي، زوجتي الان مسجونة وعيالي بدون الرعاية، الخطأ وارد؟ اقسم بالله لا اشرب من دمه الدكتور هذا. وينه بس؟ وين راح؟ قالوا مسافر ماخذ اجازة. انجن عبد الرحمن، تدري يعني شنو؟ يعني اهو اتهم زوجته بالخيانة وهي بريئة، وترك عياله في دور الرعاية. تخيل واحد يخلي عياله بدور الرعاية، لا وكرههم وعيالي وعشيق لا في عشيق، والزوجة طلعت من حلقة. لا يا ويلك يا ويلك من عائلتها، يا ويلك من اخوانها اللي كانوا بيقتلونها بيذبحونها، والمرأة اللي تبكي وتلطم وتحلف وتخصم ما حد صدق. يا ويلك اندروا ان تقريرك الاول هذا كان خطأ، ويطير الى وكيل النيابة ويبلغه في الموضوع. حتى وكيل النيابة انصدم، قال احنا اخذنا الاجراءات بناء على البلاغ اللي قدمته، لكن مع هالتقرير هذا لا لا الموضوع كبير جدا. وعلى طول ويستدعون اخوان دلال ويتم الافراج عنها وطلب تسليمها اولادها. عبد الرحمن ما له وجه يطالع احد، طلب وكيل النيابة استدعاء الدكتور اللي عمل التقرير الأول. طبعا اخوان دلال يوم عرفوا بالسالفة وان في خطأ بالتقرير يدورون بس على عبد الرحمن، راحوا لبيت ابوه وفضحون فضيحة العالمين، والله ما نخليه، والله انكسره تكسر، ابن الكذا ابن الكذا، يتهم بنتنا واحنا زي ما ذبحناها. والحمد لله انه تصدى لهم اخوهم الكبير، اخوهم الكبير ما تصدى لهم والله يعني من حبه لها، لا لا خايف من الفضيحه انها تكبر اكثر يعني، لكن من صالح انه طلع تفكيره بهالصوره هذه. ويطلعون دلال من السجن شبه مجنونة من كثر البكي واللطم، ويعطونها عيالها ويقولوا لها يبا ترى الموضوع طلع فيه خطأ، لكن حقك محفوظ لا تخافين، والله لن طلع من عيونه. عبد الرحمن مو عارف شو يسوي، راح عند أبوه وأمه، الكل مصدوم من اللي صار. إيش سويت؟ الله لا يعطيك العافية يا عبد الرحمن، ليش تستعجل؟ قال شلون شو اسوي؟ شو اسوي؟ التقرير هو اللي ورطني، شو اسوي؟ الحين السر وين؟ عند هالدكتور الغبي اللي كتب التقرير وهو اللي فحص عبد الرحمن وقال انت مستحيل يكون عندك عيال. وين مسافر؟
دكتور كويتي بعد. المهم لكم بالطويلة النيابة تدور عليه وينتظرونه، استعلموا ولا مسافر إلى أحد الدول الأوروبية. لكن في شيء غريب، يوم سألوا إدارة المستشفى عن سفرة الدكتور قالوا يبا هذا لما قدم إجازة قدمها وهو أصلا رايح راكب طيارة، كان مستعجل وقالهم أنا عندي ظروف وكذا وسووا لي إجازة. على بالكم السالفة انتهت صح؟ لا 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 لا, لا. السالفة توها بدت. ليش؟ مستغربين من هالدكتور توه مسافر وناطرينه كويت وين بيروح، ودكتور يعني مو واحد عاطل مثلا، لابد انه يرجع عنده دوام، عنده التزامات، عنده كذا. حطوا عليه بلاغ لين يجي يتم القاء القبض عليه. طبعا يبي يعرفون منه ليش، ليش كاتب تقرير غير صحيح، هل كان متعمد، هل كان في خطأ فعلا. المهم انتظروا انتظروا شهر شهرين. طبعا عبد الرحمن دلال طلبت منه طلاق وتنازلت عن جميع حقوقها، قالت له ما ابي منك اي شيء بس ابيك تفارجني، انت اصلا مو رجل ولا تستحق اني اعيش معاك، خطأ ولا مو خطأ اقلب وجهك اذرف. واجبروا اخوانها انه يطلقها علشان بس يعني يكف الله من شر الدم عشان لا يذبحونه، بس طلقها وفتك ورجع لزوجته الاولى. لكن متحطم نفسيا ومتفشل ومقهور، وعيالي وشلون شلون انا فكرت بهالتفكير وشلون استعجلت الله لا يوفقك يا دكتور، الله لا يوفقك. وناطرة حالة حال النيابة ناطرينه. ويوم الأيام ويجيه اتصال من أحد الدول الأوروبية. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال عبد الرحمن، قال لي نعم تفضل. قال معاك الدكتور فلان الفلاني، الدكتور اللي يفحص اللي يدورون عليه. انت الله لا يوفقك، حسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله اذا شفتك لاذبحك والله العظيم ما اخليك. قال اهدى اهدى شوي اهدى شوي. قال اسمعني اسمعني يا اخوي عبد الرحمن، بقولك شيء. قال تفضل قول. قال ترى انا ضحية مثلك، واللي ورطني فيها المصيبة هذه زوجتك بدرية. شنو؟ قال اي نعم زوجتك بدرية، أهي اللي عطتني مبلغ 5000 دينار وقالت لي أبيك تزور التقرير، وأهي كانت متعمدة تخليك تجي عندي تراجع علشان نسوي فيك الموضوع هذا. لكن للأمانة أنا وافقت لأنها خدعتني لما قالت لي أن أهي عندها مشكلة في موضوع الإنجاب، وتبي أنت كذلك تعتقد أن المشكلة يعني متبادلة بينك وبينه عشان يكون في تقبل، ولا كنت أدري أن أنت عندك زوجة ثانية وأن عندك أولاد. أنا ما كنت أدري، أنت أصلاً لو قايل لي وقتها أن أنا عندي أولاد وشلون يا دكتور أنا ما أجيب عيال وعندي أولاد، عيال العيال هذا والعيال منه، لو قايل لي وأنا دريت كان فهمت شنو كان قصدها. لكن هي خدعتني وصدقني هذا اللي صار. قال لحبيبي هذا ما ينفع كل كلام، لكن ما راح اخليك ولا راح اخليها. سكر التليفون ويمسك زوجته بدرية، ضربها ضرب سنة بساعة واعترفت له بكل شيء، بطت الجربة. اسمعوا السالفة، ليش الدكتور دق على عبد الرحمن؟ ايه ورطت نفسها بنفسها. صحيح ان عطت الدكتور 5000 دينار واتفقت معاه وكانت تقول لان علشان هو يتقبل، والدكتور ها
قال يلا سوالف حريم وعادي وكذا وخمسة آلاف أنا استفيد. وضحكت على الدكتور، الدكتور غبي يعني. لكن لما عبد الرحمن خذ التقرير وراح للنيابة وانسجنت دلال وعياله خذوهم دور الرعاية والقضية كبرت وإخوان دلال يبي يقتلونها وهذا عبد الرحمن كان يقول لها كل شيء حصل معاه، يقول لها إن سجنت والحين طالبين مني فحص وإني إعادة فحص ودي إن إيه وكذا. هي لما سمعت إعادة فحص وهذا الشيء اللي كان رايح عن بالها خافت إنه يتم اكتشاف الموضوع والسر عند الدكتور، قامت واتصلت عليه قالت له دكتور مبين إنه زوجي اكتشف ان التقرير مزور يبي يسوي عادة فحص وراح يعرف ان انت مزور التقرير فتصرف. الله يخرب بيتك وشلون وكذا. قالت لي يبا ترى الموضوع كبر ووصل النيابة واتهم زوجته بان الاولاد ما هم اولاده واحجزوها. قال لها شنو وليش ما قلتي لي انه متزوج ثاني وعنده أولاد؟ قالت له حبيبي أخلص الحين، هذا اللي صاير، تبي تنتظر لين يلقون القبض عليك كيفك. أو ياخذ تذكرته ويطير للمطار. لكن تدمرت حياته، دكتور ومطلوب إلقاء القبض عليه، يا ويله. بكل الأحوال راح يتفنش يعني ويتم سجنه يعني أكيد. سافر وقام يتصل عليها من برا، انت دمرتيني، انت ما ادري سويتي فيني، لازم تعوضيني على اللي صار. قالت لا ما في مشكله، انا ارسل لك 1000 2000 دبرون. قال لها شنو؟ ابي منك 100,000 دينار. قالت له والله لو تموت ما اعطيك. قال لا راح افضحك. قالت لا افضحني، من بيصدقك يعني؟ انا من وين اجيب لك 100,000؟ تبي 5,000 10,000 أدبرهم لك؟ أوكي 100,000 من وين أجيب؟ قال أنا علمك. قام واتصل على زوجها وفضح الموضوع. طبعا بدرية اعترفت له بالقصة بالكامل وقالت له أنا ما كنت أقصد أن الموضوع يوصل لهالحد، أنا كنت بس أبي يعني أعكر صفوا حياة زوجتك اللي هي الثانية اللي كل سنة تجيب ولد وأنا أشوف وتحسر إن أنا ما أجيب عيال وأنت سعيد ومبسوط فيهم وحاسة إن أنا فيني نقص. قلت لازم يعني أني أخلي شك فيك تجاهها وتجاهها يعني إخلاصها لك وإن هذول ممكن يطلعون مو عيالك وبس إنه يعني تحصل مشاكل بينك وبينها. أنا ما أدري إنك بتوصل للنيابة ويتم حجزها ويأخذون العيال والموضوع يكبر ويتم اكتشافها بهالطريقة هذه. المهم قال لها الكلام هذا ما ينفع ويطلقها ويروح للنيابة ويتنازل عن القضية بالكامل ويسكر الموضوع وأفلس من زوجته الأولى ومن زوجته الثانية اللي طلقها وعياله اللي الآن في عهدتها. العبرة من الموضوع أن دائما كل واحدة وضرتها لابد أن يكون بينهم حزازية حتى لو كانت بسيطة أو غيرة، خصوصا إذا كانت واحدة فيهم عندها نقص عن الأخرى، مثلا ما تجيب عيال، مثلا حالتها الصحية تعبانة وهذيك متعافية، الجمال، يعني لابد، هذا طبيعة البشر. لكن هني يأتي دور مخافة رب العالمين، لما تكون مرة خايفة الله مستحيل تسوي اللي سوته بدرية. الشيء الثاني الدور يأتي على كل شخص بغض النظر عن حالة عبد الرحمن. لما يجيك تقرير طبي لا تصدقه من أول فحص، سو فحص ثاني ثالث. أنتم ما تسمعون بالتشخيص الخاطئ؟ يا كثر التشخيص الخاطئ اللي يقولوا له فيك إيدز يطلع ما في شيء، اللي يقولوا فيك قلب يطلع ما في شيء، اللي يقولوا له أنت فيك سرطان يطلع ما في شيء، كثير تحصل. أنا ما أكلمكم بعد عن فحص المستشفيات. الـ DNA نفسه تدرون أن في المحاكم الكويتية
ما يتم الاعتماد عليه بشكل كبير ولا يؤخذ فيه في موضوع، خصوصا موضوع النسب، لأن إلى الآن العلم ما توصل إلى أن يكون DNA معتمد بشكل كبير، لأن في أخطاء كثيرة حصلت خصوصا في موضوع النسب، لكن يتم الاستعانة بالDNA للاستدلال على مثلا رفات لاقينها صار لها سنوات مثلا متحلل الجثة، يستخدمون DNA للتوصل إلى أو لمعرفة هوية الشخص. لكن في موضوع النسب صعب جدا التأكد أو أن تكون النتيجة يعني موثوق فيها بشكل كامل. لذلك الواحد دائما لا يستعجل، وخصوصا في التقارير الطبية، لأن هي من عمل الإنسان، وعمل الإنسان لابد يكون فيه أخطاء. يتم الفحص مرة مرتين ثلاثة قبل لا تستعجل بالحكم وتسوي هالمشاكل وتفضح الدنيا ولا تخون بأحد ولا تدمر أسرتك. هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.